يقول لدينا خطيب يقول في خطبته أعوذ بالله من الله، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك منك. هذا بدعة، هذا الدعاء بدعة، لا يقول أعوذ بالله من الله، لا يجوز هذا، يعني هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ما ثبت عن الرسول وأعوذ بك منك في دعاء القنوت، نعم، لا في الخطبة، نعم.